أستاذ هاني، يعني توقف القطار عندك لنستمع إلى السمسار الخاص بك والترجمة الخاصة بك منك. طبعا كله تحدث إنه هذه المجموعة جاءت متأخرة. أنا لا أظن أن شيئا يأتي متأخرا، كل شيء يأتي في وقته. في الإسكندرية عندنا الأستاذ حجاج قدول اتخذ قرار أن يكون كاتبا في سن الأربعين، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية بمجموعته الأولى. أخونا ساراماجو جاء متأخرا وحصل على نوبل، يعني فلا شيء يأتي متأخرا، والمغاربة بيقولوا المليح يبطئ. إذا حدثنا عن تجربتك أو السمسار الخاص بك. أولا أنا ممتن جدا بكل الحضور والمنصة، و يعني أنا لو جوايا طاقة إيجابية ممكن أروح القاهرة مشي أو جري من الطاقة الإيجابية ومن الإبداع ومن الحفاوة بتاعت صديقي الجميل أستاذ منير عتيبة. وشاكر جدا لقراءة دكتور السيد نجم، قراءة حميمية وعميقة، وقراءة الصديق. بالمناسبة أنا أول مرة أشوفهم وأتعرف عليهم، دكتور ثائر. قراءة يعني أنا مش لاقي كلام أوصفها. ودكتور دينا طبعا شرحت، بس منتظرين الدرجات بتاعت ربنا يستر. بالمناسبة في حاجة بس هقولها، ال بالألف واللام، السنكسار في الكنيسة يقرأ في القداس بعد كل يوم في القداس نفسه، وفي أيام لا يقرأ فيها السنكسار اللي هي أيام الأعياد، وخصوصا في العيد الكبير. والسنكسار بيحكي، يجمع السير بكل بعبلها، بالخطأ وطريقة الوصول يعني عشان يبقى مثال يحتذى به كناحية كنسية سير المصل للقديسين والرسل والشهداء حسب الشهور التوتية أو الشهور القبطية. لكل يوم او لكل يوم في سنكسار يقرا باسم شخصيه معينه بالسيره بتاعتها. فانا قلت ما لم يكتب في السنكسار، سنكسار هاني منسي، او اللي انا بدعي كده ان هو سير، بجمع سير المهمشين. كمان الفكرة نفسها، الاعتراف نفسه مش لازم يبقى في إطار الكنيسة. هو يمكن ما بعد حداثي دلوقتي الطب النفسي، هو ما بعد حداثية كورس الاعتراف بشكل أو بآخر. يعني الطب النفسي إنك أنت تبوح بكل اللي جواه، وفي الغالب بيبدأ بسؤال أكتر حاجة مؤلمة ليه في اللاوعي أو في العقل الباطن. بيبقى أكتر حاجات بتأثر في سلوكياتنا وعلاقتنا بالناس ومسيطرة على شخصيتنا حتى في اللاوعي، وإحنا من غير الشعور تبقى الحاجات اللي هي في العقل الباطن، اللي هي إحنا ممكن تبقى مؤلمة أو في الغالب مؤلمة فعلا، ولكن بنحاول عشان هي مؤلمة مش عايزين نفتكرها، فبتروح في العقل الباطن. دي أكتر حاجات مؤثرة. فإحنا قدام كل واحد فينا فيه 3 شخصيات، الشخصية اللي واضحة ليكوا دلوقتي واضحة لكل الناس، الشخصية اللي بيني وبين نفسي بس زي ما قال فرويد، والشخصية المتمناة أو المرجوة. كل ما كانت الفروق بين ال3 شخصيات دول، يعني ال3 شخصيات دول كل جوه كل إنسان، كل ما كانت الفروق قليلة، وطبعا لازم يبقى فيه فروق، كل ما كانت الفجوات بين الفروق دي قليلة، كل ما كانت الشخصية أقرب ليه إن هي تبقى سوية أكتر. فده يعني اللي إحنا اللي هو نظام الفتح أو الاعتراف، أو إن أنت تتخلصي من اللي جواكي، تقفي عند الحاجات اللي هي بتأثر فيكي وأنت مش عارف.
بتأثر في علاقاتك بالناس وانت مش عارفه، بتأثر في كلامك او تصرفاتك او غضبك او وانت مش مدرك ده. انا ممتن حقيقي، انا ممتن يعني، لا لا استنى، ممتن ممتن جدا استنى، بكل كلمه. انت بتقول كلام عام وكلام علم النفس، قول لنا الثلاث شخصيات بتوع هاني منسي بقى. كده انا على الكرسي بجد. غير أين ترعرعت سيدتي؟ لا لا لا. طيب انا لا دي تصدق هبدا بيها. لغايه 97 انا في قريه، من 97 انا في القاهره. سبت القريه ولكن القريه ما سبتنيش حاجه. برضو مضطر ارجع تاني لعلم النفس، واحنا بنكتسب الخبرات اللي احنا بنكتسبها والحاجات اللي بتأثر فينا في كل حياتنا بعد كده، صبر، قوة احتمال، شجاعة، صدق، الكلام، كل المبادئ دي اللي احنا بنعيش عليها بتكتسب زي ما قال لنا علم النفس من 7 سنين. 80% منها بيكتسب في ال7 سنين الأولى تقريبا، يعني نختلف أو نتفق على النسب بس ده واقع. فأنا القرية اللي هي الأساس عايشة فين؟ يعني أنا سبتها وعشت في القاهرة أو عايش في القاهرة، ولكن القرية ما زلت بطباع القرية المصرية الأصيلة، أو بحاول أعمل كده، بحاول أعيش بده، بحاول إن أنا أبقى صادق مع نفسي قبل ما أبقى صادق مع الآخر. اللي انا بكتبه بالمناسبه برضو اقول لكم حاجه، الكتابه برضو هاني منسي بعد ما كتب ده غير هاني منسي قبل ما كتب ده. يعني في نوع طبعا من الكتابه العلاجيه بتحصل. كتبت كمان عن في بعض المواقف حصلت لاصدقاء، وخدت البذره وكونت عليها من الحاجات. يعني مثلا صديق اللي هي القصه الاخيره مثلا، وفي قصص تانية كتيرة، مواقف معينة بتحصل أو بشوفها، أو بحاول يكون همي يعني بعيدا عن أي ايديولوجيا، أنا يهمني اللي أنا بشوفه ده أو اللي أنا عيني بتلقطه، اللي هي العلاقات الإنسانية، اللي هو الإنسان بمشاغله وبهمومه، وإن إن الإنسان وضد أي تأليه أي شخص في كل الأديان، ضد تهريع أي أشخاص، لأن في بعض الناس بتشطح قوي في المواضيع دي بخلفيات ثقافية طبعا والكلام ده. كلنا بنخطئ في النهاية، كلنا في الحياة، بس أنا مش عارف أقول إيه بصراحة. سؤال مفاجئ، بس عايز أقول لكم بقى اعتراف خاص بأستاذ منير. بتعترف عليا؟ أستاذ منير اعتذر. السنة اللي فاتت زي دلوقتي في المعرض ما كانش يعرفني أصلا خالص، وتعرفت عليه مع صديق وقلت له يا رب تعجبك. اتفاجأت بعديها بكام شهر كده رسالة يعني خلتني أرقص. أنا قرأت مجموعتك وعجبتني تقريبا يعني كده، وعايزين نناقشها في المؤتمر. ده طبعا يعني نموذج حقيقي حقيقي، كل كلمة بصدق شديد جدا للمثقف والمبدع والإنسان الجميل. أنا لا 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 طب احنا أنا جايين مش عشان هاني منسي، خلينا حتى في هاني هنا منسي، عشان أتكلم. بص اتفضل، خلينا يعني خلينا عشان ده احنا درس جايين عشان هاني منسي. ده درس تاني لوحده. اصل انا افتكرت حاجه بس طيب عايز اقول لك عليها. اتفضل. في الثوره الثقافيه في الصين كانت فكره الفتح دي موجوده جدا، بس كان بشكل قاسي كمان، يعني في كل مدرسه، كل مصنع، في كل مؤسسه حكوميه، اللي يعمل خطا في سبوره وفي كلام يروح يكتب انا عملت كذا. وكان في فتره من فترات يعني قوة الثورة الثقافية فيها كان يعملوا زي الحلقات يعني الناس قاعدة على قاعدين في المسرح زي ما احنا قاعدين كده، وكل واحد يطلع دوره بقى ويقف ويقول أنا عملت وعملت وعملت وعملت، وهم بقى الناس يعاقبوه زي ما هم عايزين. يعني ففكرة الاعتراف أو الفتح كانت موجودة، ودايما بيبقى فيه الأزمنة بتختلف. يعني أذكر في أبواب الشمس
ثلاثية باب الشمس. أحد الشخصيات من الشباب من الفلسطينيين المكافحين المجاهدين بيقول لواحد تاني: انتوا جيتوا في ايام عزة، فكان حتى افعالكم العادية بطولة، احنا جينا في ايام الانحدار حتى بطولاتنا افعال عادية. فيبدو ان هذه هي المقارنة بين زمن القديسين وزمن الناس العاديين، حتى الفعل نفسه من الممكن ان يوصف بطريقة مختلفة. دكتورة دينا ان شاء الله دكتورة قريبا، على فكرة الصمت احنا هنناقش بعد شهرين او ثلاثة رواية الأستاذ سعيد سالم الصمت والكلام والمسخرة، يعني الجزء الأول منها عن مشكلة الصمت، يعني وكيف عندما يصمت الشعب فإن الحاكم يكاد يجني.